الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية القفل والمفتاح ودرس أحب أن أكون. المطلوب من المجموعة الأولى، سنختار الطالب فهد. فكر في كلمة بها ألف شمسية. لا، اتركه يفكر بمفرده. ياسين، كلمة بها مد بالواو، دلل المفتاح. عبد الرحمن، اقتل عبد الرحمن. كلمة بها حرف مشدد، اقتل عبد الرحمن. ماجد، كلمة بها مد بالياء. لا أحد يتدخل. الكتابة على سورة المفتاح يا ماجد، من درس أحب أن أكون. نعم، ياسين مد بالواو. هيا ابدأ. بالراحة، ركب. ما هذه الكلمة؟ المعلم. طيب، ما هذه؟ طريق. ها؟ ما هذه الكلمة؟ طبعا من بدنيا. ها؟ ما هذه الكلمة؟ وطني. ليس بها واو. أين الواو؟ أين الواو؟ هو يزيل الواو. تكون أحسنت. خلاص، أين المجموعة الثالثة؟ أين يا فهد؟ كلمة واحدة يا فهد، أريد كلمة واحدة بها ألف شمسية. عاونوه، ساعدوه. وطني، اجلس يا ماجد، اجلس يا عزاز، ركبها. ما هي ما هذه الكلمة؟ حطها له، ضع مغناطيس اهو. الطيران. الإجابات صحيحة، كل تلميذ الآن له درجة. ضع المغناطيس هنا، خذ هذه أسير، رجعها على مهلك. الآن سنجعلها مجموعات، والمجموعة الأسرع لها درجة. المجموعتين الأولتين لهم جوائز، المتأخرين ليس لهم شيء. خلاص، سأبدل هذه المجموعة الشمسية، هذه المجموعة مد بالواو. ياسين حرف مشدد، أنتم مد بالياء. ابدأ. الأسرع. خلاص، خرجت مجموعتين. خلاص، هاتان المجموعتان فائزتان. خلاص يا أنس، خلاص المجموعتين يا عبد العزيز. هل كنت تتوجه إلى الجوائز؟ انظر إلي هنا يا عبد النواف. ما هذه الكلمة؟ سعودية. مد بالواو، السعودية، وهنا حرف مشدد، تحدث. خلاص جيتم متأخرين يا فهد. المجموعتين يتوجهان إلى صندوق الجوائز المقدمة اليوم من شركة ياسين الأسمري، جزاكم الله خيراً.